اهلا بيكم معانا في البرنامج في الفرن مع فالنتينا. والنهارده هنعمل مع بعض تورته، بس تورته سهله واوريكم ممكن احنا هنزوها ازاي. تورته سهله خالص. فالوصفه المفضله للتورته للتورت او البسكويت للتورته انا بحبه اسمه يلو كيك. فعشان نعمل اليلو كيك بتاعنا عندي هنا 170 جرام من سكر، 180 جرام سكر من زبدة، أسفة. عندي هنا كوب وثلاث أرباع كوب من السكر. هنحط على طول الزبدة بتاعتنا في العجان، طبعا لازم زبدة درجة حرارة الغرفة، تمام، والسكر بتاعنا، تمام، وهنخلط السكر مع الزبدة لغاية تبقى كوام كريمي. هتاخد مننا على الأقل 5-6 دقيقة كده، ممكن اكتر كمان شوية عشان نوصل للكوام كده كريمي. ده حاجة مهمة جدا. وبعد كده هنعوز ناخد معنا 6 بيضات. عندي هنا البيض، فاحنا هناخد 3 صفار البيض. فانا افصل بياض من الصفار، هنحطوهم على بعضهم. طبعا احنا مش هنرمي البياض، ممكن نعمل بيه اي حاجة. على فكرة واحد من انواع الجبنة الكريمة للتورتة باتر كريم، باتر كريم ايطالي بحبه جدا، بيتعمل مع بياض البيض، فممكن نستخدم بياض بتاعتنا بالباتر كريم للتورته، بس مش لدي، لحاجه تانية، تمام. وبعد كده هنزود 3 بيضات كاملين. لازم ناخد البيض درجه حراره الغرفه، فكل المكوناتنا هنكون درجه حراره الغرفه، تمام. هنزود معانا 1 سكر فانيليا هنا. وبعد كده هناخد معانا كوب لبن، بس قبل ما نحط اللبن احنا هنضرب البيض شوية. احنا مش عايزين ندخل الهواء في البيض، احنا مجرد عايزين بس نكسر الصفار عشان بعد كده هنعرف نحط مكوناتنا هنا، تمام. فهنحط الكوب من اللبن هنا، وهنبتدي نحط الحليب، الحاجات السائلة على الزبدة وسكر. عندي كمان في المكوناتي هنا عندي كوبايتين وربع من الدقيق، ودي لازم تكون منحول. كمان عندي هنا ربع كوب من النشا، وعندي كمان لازم نحط 3 معالي صغيرة من بيكنج باودر، تمام. ادي واحدة، تانية، وتالتة. عشان الوصفه تطلع مظبوطه مفروض احنا نحط النشا على دي وعلى البيكنج باودر وننحلهم 3 مرات عشان الوصفه تطلع كويسه، بس عشان حتى الوقت الحالة مش هنعرف نعمل كده. فاحنا هناخد نضرب مكوناتنا على بعضها، هنحط شويه لبن، هناخد سباتشولا عشان لو في اي مكونات زبدة او سكر لزق في جنب العجين لازم ننزلهم، تمام. وهنبتدي نحط المكونات الجافة.
تمام. عايزة اوريكم الحليب بعد ما هو يتعمل. احنا عايزين برضو هنشيل المكونات من جنب الأجين قبل ما ندي اخر تعليبة للمكوناتنا، تمام بالطريقة دي. اهم حاجة في الوصفة دي نحط المكوناتنا واحدة واحدة، معلقة بمعلقة، ما نحط شوية مكونات الجافة على المكونات السائلة، وما نحلتش الوصفة بتاعتنا كتير عشان البيكنج باودر هيبتدي يشتغل، وبعد كده الكوام الكيكات بتاعتنا مش هيطلع زي ما احنا عايزين، تمام. فعشان خاطر الوقت الحلقة انا عملت الكيكة، عايزة اوريكو هتكون شكلها كده، تمام. وعايزة اوريكو برضو انا بحب استخدم الفورم صغيرة، بستخدم 3. الحليب ده بيعمل تقريبا 1.2 كيلو من الحليب، بوزعهم ما بين الفورم بتوعي. ممكن توزعوا على الفورمتين، بلاش فورمة واحدة عشان تطلع الوصفة كويسة. فانا حطيت الورقة الزبدة تحت، وحطيت الزبدة في الجناب، وكمان شوية الدي على الجناب الحلة عشان الوصفة ما تلزعش. وكمان عندي واحدة انا قطعتها بالمنشار الحلواني، يعني جهزتها للشغل على طول، تمام. وهنبتدي نحشي التورته بتاعتنا، بس في نفس الوقت عايزين نعمل الحشو. هنعمل الحشو ازاي؟ عندي هنا 180 جرام من الزبده، هنحط الزبده في الحله على النار هاديه مع زبدة. هنحط 3 معالق من تقريبا بشرة 2 برتقانة، تمام. هنعمل كريمة البرتقان يعني، او كاسترد، الاورنج كاسترد، تمام. هناخد معانا 75-80 جرام من السكر برضو على الوصفة بتاعتنا. هنحلي زبدة تسيح، وبعد كده هتبتدي تغلي، وبعد كده هنحط الزبدة بتاعتنا على الصفار البيض. فاحنا ضروري جدا نغسل الصفار من البياض، تمام. فهنغسل برضو زي ما انتم شايفين، هتكون عندي 6 بياض البيض. دي حاجة كويسة جدا، انا ممكن اعمل حاجات كتيرة جدا بالبياض البيض، كريمة او ممكن مرينج او ممكن انجل فود كيك، هتطلع حاجة جامدة جدا، تمام. وادي اخر بياض، تمام ماشي. فقبل الزبدة بتاعتي بتسخن، انا اسيب البياض هنا قدامنا ماشي. وهنبتدي نعمل حاجة كمان، هنبتدي مع بعض نعمل الشوكولات جناش للكيكة، عشان احنا هنحط شوكولات جناش حوالين الكيكة. اصلا البرتقال مع الشوكولاتة بيمشوا كويس جدا مع بعض، انا بحب طعم الشوكولاتة مع البرتقال. فاحنا هنوز 300 ملي من ويبنج كريم، تمام. غير كده هنوز 35 جرام احسن من زبدة، هنحط ده على النار، تمام. وهنعوز هنا عندي 400 جرام من شوكولاتة غامقة او شوكولاتة خام. اول ما الزبدة بتاعتي مع الويبنج كريم هيبتدوا يغلي، انا اطفي النار، احط الشوكولاتة دي ومش هقلبها، لازم اسيبها لمدة 3-4 دقيقة، وبعد كده اقلب الشوكولات جناش بتاعتي. هو هيبقى سخن وسائل كده، مش هعرف اشتغل بيه، فلازم اسيب الشوكولات جناش بتاعتي يبرد، وبعد كده ادخله في التلاجة عشان يبقى قوامه يتخن شوية، وبعد كده ابتدي ازوق الكيكة بيه. فعندي هنا الزبدة ابتدت تغلي، والقدية اللي احنا عايزينه، تمام. فهنجهز البيت بتاعنا. عايزة اوريكم برضو الديكور اللي انا ازاوي الكيكة بيه. عندي هنا حتة من شوكولاتة انا عاملاه، عندي فورمة سيليكون نص دقيق نص سفير كده، وعندي شوكولاتة الريبن كده برضو، عايزة اشرح لكم ازاي بنعملها، تمام. عشان نعمل الاورنج كاسترد هنطفي تحت
الزبدة بتاعتنا. على فكرة عندي الويبنج كريم ابتدت تغلي، تمام، فاحنا هنلفي تحتيه وهنحط شوكولاتة زي ما احنا قلنا، تمام. هناخد شوية من الزبدة هنحطها على البيض وهنضرب على طول على طول عشان البيض بتاعنا ما يستويش في الزبدة سخنة، تمام. اول ما عملنا كده خلاص كده البيض بتاعتنا مش هيستوي، فاحنا ممكن نرجعه في الحلة، تمام. هنحط الحلة على النار واطية خالص 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 وهنستنى لغاية الحليب بتاعنا هيبتدي يغلي تاني وقوامه هيتغير هيبقى كريمي، تمام. وبعد القوام بتاع الكريمة بتاعتنا كريمة البرتقال هتتغير، احنا هنزود عليه 90 ملي من عصير برتقال هنقلبه، وبعد كده هنصفيه وهنحط في التلاجة. عايزة اوريكم ده الاورنج كاسترد بعد ما بيتعمل، هو قوامه تقيل كده وريحته يجنن، ريحته وطعمه برتقال، تمام. واحنا هنبتدي نجهز التورته بتاعتنا. هناخد اول الصف معانا، تمام، ناخد كريمه البرتقال هنحط عليها، تمام. ما تحطوش كتير عشان هي برضو الكريمه مش تقيله قوي، فهي هتتفرد ما بين الصفوف بتاعنا، تمام. فعشان انا بستخدم عشان الوقت برضو بستخدم الكيكه واحده بس من التلاته اللي انا عاملاه، دي برضو حاجه عمليه جدا لو انتوا يعني بتعملوا التورته وبعد كده ممكن تعملوا تلاته مش واحده او ممكن تعملوا اتنين، دي حاجه كويسه، تمام. حطينا الاورنج كاسترد بتاعتنا جوه، تمام. هنقفل التورته بتاعتنا وبعد كده هناخد معانا الشوكولات جناش اللي احنا عملناه حطيناه في الثلاجه، وهتشوفوا احنا يعني القوام الكريمه هتتغير شويه، هتكون هيتخن سنه، فاحنا ممكن نحط الشوكولات جناش بتاعتنا حوالين التورته بالطريقه دي، تمام. فاحنا لما بنعمل تورت مع بعض انا اوقات كتيره بركز قوي في شكل الجناش او الكريمه عليها عشان تبقى ناعمه خالص خالص خالص، لكن التورته دي ما فيهاش اي مشكله لو هي شكلها مش بيرفكت خالص. فاحنا هنحط الشوكولاته جناش عليها، تخيلوا الطعم هيبقى شوكولاته جامد قد ايه، تمام. كده احنا حطينا الشوكولات جناش، هناخد معانا سكينة عشان نحط الشوكولات جناش برضو ننعمه شوية، مش ضروري تكون بيرفكت. وانا بشتغل على تبت الشغل، فانا بعد كده احط التورتة بتاعتي في التلاجة، هي هتجمد شوية هتكون هعرف اشيل التورته من على ترابيزه الشغل على الترابيزه التعدين. كده التورته جاهزه، انا مش عايزه تبقى شكلها هي احلى من كده. اخر حاجه عايزه اعملها احط الشوكولاته ديكور بتوعي، ده انا بعمله في البيت، فعندي الشوكولاته خام بسيحها في الميكروويف او على الحمام البخار، وبعد كده باخد المشط حلواني وبفرد الشوكولاته على ورقه البلاستيك كده وبمشي بالمشط حلواني، وبعد كده بمسكها بالطريقه دي، وبعد كده بتطلع عندي الشوكولاته ديكور شكله ممتاز ممتاز ممتاز. فاحنا هنفتح الشوكولاته بتاعتنا هنحطها كده على تورته، وعندي اخر حاجه الكوره دي هنحطها على تورته،
والتورته كده جاهزه. ممكن نحط شويه الديكور تاني من الشوكولاته بس كده تورته جاهزه. احنا هنطلع فاصل سريع وهنرجع لكم على طول عشان نعمل وصفه تانية فيها شوكولاته برضو بس ابسط من دي شويه. خليكم معانا.